هذا الحائز على لقب المعلم العالمي الأستاذة أسماء. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تتحقق الفائدة المرجوة من هذه اللقاءات اليوم، تتويج لهذه اللقاءات باللقاء الأخير. بحب أذكر الزملاء المعلمين، سيكون هناك النشاط الثالث لحاضنة الإبداع والتميز مع الأستاذة إيمان شاهين بعنوان اللي هو التدريب على منصة ويكلت، وعمم كتاب بهذا الخصوص على المدارس وعلى المجموعات الخاصة بمديرية التربية والتعليم شمال غزة ورابط التسجيل. هذه اللقاءات الصراحة نوعية لم يسبق أن يعلن عنها بهذا الشكل وبهذا الزخم ومن حيث الموضوعات. نرجو الله سبحانه وتعالى أن تتحقق الفائدة المرجوة. أترككم الآن مع الأستاذة أسماء، وأنا بعتذر، وهذا طبعا بفوتني كثير إني ما أكمل أو أواصل اللقاء، لكن بسبب ظرف طارئ عندي. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن تتحقق الفائدة. شكر جزيل للزميلة العزيزة الأستاذة أسماء، ولكم جميعا كل التحية والتقدير. تفضل يا أستاذة أسماء. شكرا أستاذ محمود، بارك الله فيك على هذه الكلمات الطيبة. حقيقة إحنا اللي بنتقدم بالشكر الجزيل لكم في مديرية التربية والتعليم على احتضان هذه المشاريع والمبادرات والتركيز في نقل هذه الخبرة للمعلمين الزملاء. نتمنى أن تكون الفائدة للجميع وأن تتحقق الأهداف المرجوة. أهلا وسهلا بالجميع، برحب كمان مرة بالمعلمين والمعلمات كل باسمه ولقبه. اليوم إن شاء الله سوف نستكمل التدريب اللي كنا بدأنا بالجانب النظري وبالقوانين بالأنظمة باللوائح وزارة التربية والتعليم، رؤية ورسالة التربية والتعليم في موضوع التشبيك العالمي، أمور محاذير كثيرة لازم ننتبه لها، أشياء فنية بنرتب اللقاء وبنجهزها قبل اللقاء، أخذنا كيف نغرد على تويتر وكيف من خلال التغريدات نبدأ بعمل تشبيك مع المعلمين من حول العالم، عرفنا كيف نصيغ أهداف تربوية أو كيف إحنا نكون معلمين، يعني ننفذ التشبيك العالمي أو التوأمة، كيف ننضم لمشاريع تعليم عالمية، كيف نخطط لهذا الهدف وكيف نحققه، ما هي أدوار المعلمين قبل وأثناء وبعد اللقاء التشاركي مع معلم زميل قد يكون محلي وقد يكون عالمي. وقلنا ان كل ما ينطبق على التشبيك العالمي ينطبق على التشبيك المحلي، يعني انا مثلا والست المعلمة فلسطين او الانتي ريهام البشيتي موجودة الان معنا باللقاء، انا هي صورتها جنب صورتي واسمها جنب اسمي، فعشان كده مثلا انا بدي اتفق مع المس اعمل لقاء تشبيك عالمي محلي. كل ما ينطبق على العالمي بينطبق على المحلي مع فارق بسيط، الفارق هذا هو اننا والمس ريهام موجودين بنفس البلد، نفس الثقافة، نفس العلم، نفس الاكل، نفس الشرب، نفس اللبس، نفس الميوزك، نفس التراديشنال، كل شيء نفسه، لكن احنا الان بنتبادل معلومات وبنشبك لقاء تعليمي بعيدا عن اجواء تبادل الثقافة. لكن لما بنزور دول ثانية احنا بنتعلم تعليم علم، مثلا اللغه الانجليزيه بيتكلموا لغه بيمارسوا السبيكينج والليسننج والجرامر وكل الانشطه، بالاضافه الى التعرف على ثقافه جديده. احيانا الثقافه هذه بنتعلمها من خلال شكل الصف من الكاميرا، يعني ممكن ما نحكيش كتير في الثقافه اللي احنا في تفاصيل، لكن بنكون عارفين وشايفين كيف لبس الطلبه، كيف طبيعه الصف، كيف المعلمة بتدرس عند طلبة ذكور وبيكونوا شباب، كيف الطلبة قاعدين في مدارس زرتها كانوا الطلبة قاعدين على البلاط، بنتعرف على ثقافتهم وحياتهم ومدارسهم وما إلى ذلك. الأهداف العامة هو إنه إحنا نفتح أمام أنفسنا كمعلمين وأمام الطلبة آفاق للبحث العلمي. أهدافنا سامية، تبادل العلم والخبرات، أهدافنا إنه إحنا نواكب كل جديد ونأخذ منه على قدر حاجتنا، يعني مش بالضرورة إنه نتبع كل حاجة بيعملها الآخرين، لا إحنا برضه بنقيس على أسس، وقلنا هناك محاذير، أسس الوزارة، الأنظمة المعمول بها عنا، أيضا عدم المساس بالعقيدة الإسلامية، عدم
وضع القضية الفلسطينية محور جدال أو محور نقاش بيننا وبين معلمين في دول أخرى. إحنا بنعرفهم إنه هاي بلدنا اسمها فلسطين مش إسرائيل، بنعرفهم إنه هاي علمنا هاي شكله، بنعرفهم شجرة الزيتون، بنعرفهم إنه إحنا دولة أوكيبايد محتلة، لكن ما بندخل بتفاصيل سياسية بحتة. مش بالضرورة إلا لو كان المعلم هذا درس عنده مثلا بالتاريخ أو بالجيوغرافي وهكذا. برضو تعرفنا على أنماط الشراكة في التعليم، التشويق في عندنا حاجة ما ننساهاش اسمها الطالب. الطالب اللي هو محور العملية التعليمية، أنا بركز عليه وبشبك بناء على وجوده. قد أستضيف معلمة عبر الشاشة إنها تيجي تتكلم مع طلابي باللغة الإنجليزية، ممكن أستضيف معلم علوم يجي ينفذ تجربة أدواتها مش موجودة عندي، معلم كيمياء موجود عنده الأدوات مثلا بمدرسة بالوسطى، أنا مش عندي موجودة، بروح بتفق معاه إنه أفتح كاميرا وهو يقوم بتنفيذ التجربة أمام الطلبة ويتكلم معهم ونشوف العمليات التفاعلية. أحيانا التشبيك بيكون له أهداف هي تغطية أو تكملة الأدوات الناقصة عندي. أحيانا أنا في أشياء ما بدي أشرحها أنا لأني مثلا أنا مش متخصص أو متخصصة بالدين، لكن أنا معنية أجيب مثلا مفتي أو شيخ أو داعية، بدل ما أكلفه عناء المشوار بستضيفه عبر الكاميرا. عرفتوا كيف؟ يعني في كل المجالات وفي كل المواد الدراسية هناك أهداف يصيغها المعلم، بناء على هاي الأهداف والخطة التنفيذية بيتم التنفيذ، لا يتوقف دور المعلم عند التنفيذ وانتهى. هناك ما يجب على المعلمين فعله بعد اللقاء، وقلنا من أهم ما يجب علينا فعله هو تغذية الراجعة، الحصول على تغذية راجعة من الطلبة، شو تعلمت، شو استفدت، حبيت هذا الأسلوب ولا لا، شو أكثر شيء عجبك فيه، وهكذا لكي نطور على استراتيجياتنا. وأحيانا بناخذ أفكار جديدة من المتعلمين. حكينا كيف بنغرد على تويتر وكيف بنبدأ بعملية التشبيك، وكان في حدث لمجتمع أبل، نادي أبل للمعلمين يوم الأربعاء، المفروض أنا كنت قايلة لكم الثلاثة الساعة 4 صباحا، هو الأربعاء الساعة 4 صباحا كان، وأنا فاتني بصراحة الحدث لأنه كان يعني كنت سهرانة وماسكة الموبايل بإيدي بحاول، لكن ما قدرتش. إني هذه مشكلة أبل، أحداثهم التعليمية بتكون الساعة 3 بالتوقيت الصيفي، 4 بالتوقيت الشتوي عندنا، وهذا الوقت ثابت مش دايما بتمكن من المشاركة فيه، لكن أنا على اتصال مباشر بصفتي عضو نادي أبل، وقلنا لكم كيف بنسجل في نادي أبل وكيف نتعلم وكيف ناخذ الكورسز، تريننج كورسز. قلنا أهم حاجة لما نسجل على الموقع اللي أرفقت لكم الرابط تبعه، نبحث على جوجل على حاجة اسمها أبل تيتشر ليرنينج سنتر. أبل تيتشر ليرنينج سنتر بدخلك لو كانت بلدك من ضمن الدول المشاركة في التدريب، يعني شركة أبل طبعا في يونايتد ستيتس اوف امريكا متعاقدة مع بعض الدول، دولة فلسطين مش منها. علشان احنا ناخد التريننج كورسز ممكن تسجل باسم اي دولة انت، يعني هي مشاركة يونايتد ستيتس اوف امريكا اتس اوكي، انا سجلت باسم يونايتد عرب اماريتس، بإمكانكم تسجلوا لأنه دولة الإمارات إحدى الدول المشاركة، بإمكانكم تسجلوا باسم دولة الإمارات، يعني تكتب إيميلك وتفاصيل كاملة مظبوطة ما عدا الدولة، حطوا الإمارات، وبعد الدخول فرجيتكم كيف غيرت اسم الدولة من يونايتد عرب إماريتس بعد الحصول على الشهادة إلى فلسطين، وسجلت اسم مدرستي والأمور تمام. أخذنا الكورسز وقلنا إنهم دورات صغيرة، كل دورة تدريبية فيها بس 5 أسئلة امتحانها. الدورة التدريبية بتاخدها باكج واحد، بعد كده لازم تفوت الامتحان وبتحصل بعد اجتيازك على الامتحان على بادجز معينة. كل كورس له بادج، لازم علامتك تكون 4 من 5 على الأقل أو 5 من 5 علشان أنت تحصل على الاعتماد. بعد ما أخذنا الشهادة بتصير شركة أبل تبعت لك كل جديد، نزلوا كتاب ببعتوا لك إياه، عملوا نشاط جديد ببعتوا لك إياه، معلميهم بصيروا على تواصل مفتوح معك على الفيسبوك، كل معلمي أبل بصيروا
يبعثوا لك إضافات زائد معلمي أبل على تويتر، وهم بكثرة على تويتر. مجتمعات المعلمين بشكل عام موجودين على تويتر، ملتقاهم على تويتر. الآن برضو حكينا عن مايكروسوفت وكيف إحنا ممكن نشبك، كيف نبدأ. التغريدة ممكن تكون يعني فاتحة خير إلك، ممكن تكون بوابة إلى دخولك العالم، ممكن تكون بوابة فعلا. هذا اللي صار معي، هي تغريدة كانت في البداية طلب مراسلتي أستاذ ميلتون من الإكوادور، أخذ حسابي على السكايب، وهذا اللي بدي أبدأ فيه اليوم إن شاء الله. قلت له أنا حسابي هيو ANGOSOSO، فبعت لي دعوة على السكايب. الآن راح أشارك معكم. شايفين يا جماعة؟ شايفين الشاشة؟ ممكن حدا يرد علي؟ تمام، واضح. شايفين السكايبي تبعي، حسابي؟ صحيح، شايفين. تمام، هذا السكايبي، من هنا بتصير تضيف الأشخاص، بتوصلك إضافة أو أنت بتضيف من هنا من علامة البحث، بتبعت طلب، بيوصل المعلم. بعد كده بتصير تراسل المعلمين عادي، وبعدين بتبدأ حوار من خلال الضغط على، يعني مثلا خليني، المشكلة مش هقدر أعمل اتصال مع حدا، لأنه أولا فنيا في الآن اتصال متزامن من نفس النوع على يجرى على الهانج أوت ميت. مثلا نختار المس شوقية، تمام. هي الآن صارت، أنا مش ملتبها بصراحة إنها تبعتالي ريكوست. تمام، بتبدأ هنا بالمحادثة كتابة. تمام، هيني كتبت لها. هي وقت ما تشوف في إمكانية بترد عليا. شايفين هنا فوق في الشاشة من فوق، شايفين الماوس وين؟ اتصال صوتي، مكالمة صوتية، أو فيديو كول، مكالمة فيديو. من هنا بصير الاتصال. تمام، إضافة ملفات، إرسال جهة الاتصال. هنا بنسجل صوت زي ما في عنا على الماسنجر، بنسجل صوت وبدل ما نكتب كتابة. طبعا لما بنعمل لقاء فيديو بإمكاننا نسجل اللقاء، فبيطلع اللقاء بينحفظ لحاله على الشاشة زي ما أنتم شايفين. هنا في المساحة هذه بيجي اللقاء مسجل، وبإمكانك تعمل له داونلود بعد كده وترفعه على قناتك على اليوتيوب. هذا بالنسبة لتكنيك معينة. احنا مش بصدد التطرق لآلية عمل السكايب، لكن بشكل سريع برنامج السكايب برنامج بسيط. هنا قناة اليوتيوب بتبدأ زي ما انتوا عارفين من عند الفيديو اللي باللون السكني، من عند العلامة اللي فيها بلس فوق بتعمل زائد. أنا لو ضغطت الشاشة بصراحة غلبتني قبل اللقاء، طلعني من الجهاز كله، علقت الشاشة تقلانة شوية. تمام، وبترفع اللقاء اللي بيكون هنا، بتنزله على جهازك وبتبدأ برفعه. طبعا أنا شغال على سكايب في هذه الحالة على أونلاين، سكايبي ويب دوت سكايبي دوت كوم. هذا الويب زي الويب الواتساب اللي انتم شايفينه هنا، زي الويب. كتير في تطبيقات بتشتغل على الموبايل فون او يجب تحميلها. هنا في جهاز الكمبيوتر احنا بنحمل السكايب وبنحمل الزوم، بياخد مساحة كبيرة. لكن حتى الزوم، هدخل الان على الزوم، حتى الزوم انا بشتغل عليه على الويب. هذا الزوم على الويب، تمام، نفس الآلية. أغلب اللقاءات الآن تتم على ثلاث برامج، يعني بتتصدر البرامج كلها. إحنا حكينا في ست برامج،
قلنا سكايبي وزوم وهانج اوتس ميت، هدول الاكثر استخداما لحتى الان. في عندنا واحد برنامج اسمه جيتسي، وفي 8 باي 8، وفي كمان واحد موجودين بالمادة التدريبية اللي إن شاء الله اليوم سأرفقها لكم جميعاً. هم 6 تطبيقات مش كتير يعني شائع استخدامهم كلهم، لكن يعني في بلدان معينة يتم استخدامهم. برنامج الزوم من البرامج اللي أثبتت جدارتها أثناء جائحة كوفيد-19. لما أنا بدي أعمل حدا يبعث لي دعوة join a meeting من هنا على طول، طبعا مش هقدر انضم لاي لقاء الان لانه شغاله في لقاء تاني. ميتنج اي دي كلمه السر بتكون رقم طويل زي رقم الهويه، او لينك انت بتحصل على رابط بتعمل له بيست هنا كوبي بيست. وهل يمكن استخدام الزوم بدون ان يكون لك حساب زي كده؟ نعم، ممكن انك تنضم للقاء، ممكن انك تنفذ لقاءات بدون ما يكون لك حساب زي كده باسمك وبصورتك وبتفاصيل يعني تفاصيل بيانات شخصية بدون ما تنعرف مين أنت. بإمكانك استخدام الزوم من عند حاجة اسمها سكيدجول ميتينج. أنت حتيجي ترتب للقاء، بتسمي اللقاء، مثلا أنا بدي أعمل مثلا ست إيمان البرعي حتعمل لقاء إن شاء الله معاكم عن منصة اسمها ويكلت، حتسمي اللقاء ويكلت، هتعمل مثلا ديسكريبشن بسيط، او ممكن تفوت هذه الشغله، ممكن تختار طبعا وين باليوم والتاريخ ضروري، تحدد الساعه ضروري، كم مده اللقاء لازم يكون 40 دقيقه، لانه ال 40 دقيقه بالاول مجانيه على الزوم، على البرامج الثانيه زي الهانج اوت ميت، هانجز اوت ميت يعني يسمح لك باكثر من ساعه ونصف. ريكورد عفوا جنرال اوتوماتيك جنريت اوتوماتيكلي، اوكي حنختار بدل دبي فلسطين او جيروسالم، هذه توقيتنا توقيت فلسطين. هنا بنطلب تسجيل allow participants to join anytime، ولا لازم تطلب توافق عليهم قبل ما يدخلوا. ممكن نكتم الصوت، بدنا نكتم الصوت لكل اللي بيدخلوا اللقاء اوتوماتيكلي. بدنا تسجيل اللقاء، بدنا نسجله approve or block entry for users from Spain. لا، ممكن انت تدخل ناس من بلدان معينة وترفض ناس، مش نعمل سيف. بعد السيف الان نحفظ اللقاء، تسيف. هنا في حاجة اسمها نسخ التفاصيل، وين الدعوة؟ هنرجع للميتنج اللي احنا كنا شغالين عليه. في حاجه كانت تجيني دائما، طيب ايوه كوبي انفيتيشن، هيها هنا شايفينها كوبي انفيتيشن، يعني نسخ الدعوه. بهيها تيجي الدعوه لحالها، اسمه مصطفى بتدعوكم للقاء يوم كذا كذا الساعه كذا بتوقيت فلسطين، الاي دي هيو والباسورد هيها، تمام. فبروح بقول له كوبي ميتنج انفيتيشن، وبلصقها مثلا على مجموعة المعلمين اللي في الواتساب تبع الشراكة، أو في بتعمل مس إيمان مجموعة تتعلق بويكلت، بتضيف عليها كل الأرقام اللي إجتها من النموذج اللي عبيته في بياناتكم، وهكذا لكي تبدأ اللقاء من خلال إرسال روابط مغلقة، معروف مين اللي جاي ومين اللي مش جاي، تمام. الآن لو قرب موعدك على ويكلت وإنت مش منتبه إنه موعدك، توصلك رسالة على الجيميل انه انتبه موعدك ضايل له ساعه او ساعتين علشان يتنفذ. هذه بالنسبه لبعض التكنيكس لتنفيذ لقاءات الشراكه العالميه في التعليم، زوم، سكايب، والثالث اللي احنا شغالين عليه اللي هو جوجل ميت. حنيجي لمجتمع كثير سالوني عنه، كثير ناس بحبوا انهم ينضموا له. حبعت لكم الان الرابط كوبي، وحبعته برضه ان شاء الله على المجموعه. الآن على اللقاء تبعنا هذا الرابط، احفظوه. بس أستاذ سامي أنا بس بدي أجاوب على سؤالك، معلش سامحوني لأنه أنا توا شفت رسالته. تعميم الرابط على مجموعات الواتساب بسبب تغيير الموعد،
هذا هلا حكيته. انا معلش انا بعتذر عن لقاء امبارح كمان مرة، كان عندي ظرف، معلش سامحوني. تمام، نرجع لناشونال جيوغرافيك. ناشونال جيوغرافيك يا جماعة من اهم المجتمعات، وبصراحة مجتمع نوعي للمعلمين. هنضغط على الرابط، كلنا تفتح لنا هذه الشاشة ناشونال جيوغرافيك. احنا داخلين على حاجة اسمها education. كمان مرة بذكر انه اللغة الانجليزية الاداة القوية جدا للتواصل مع الاخرين وللتعامل مع هذه المجتمعات، كيفية دخولها، كيفية التعامل معها. معك لغة انجليزية على الاقل بتمشيك في التواصل مع الاخرين، توكل على الله، فوت المجتمعات وكمل. ما معك لغة انجليزية قوية، حاول من خلال يعني القراءة أكثر والكتابة عبر مجتمعات التعليم العالمي، أو أحيانا ممكن تستعين بجوجل إذا كانت إذا كان عندك القدرة على التعلم بسرعة بعض مصطلحات التعليم، بعض مصطلحات إحنا بنحتاجها بحياتنا اليومية كمعلمين. في مصطلحات ضرورية للتواصل مع الآخرين. فإحنا الآن في National Geographic Education، هنيجي على حاجة اسمها Account. اكاونت ضغطنا عليها يعني الحساب. هل انت مسجل قبل كده على طبعا ناشونال جيوغرافيك؟ اسأل نفسك لو كان عندك حساب او لا. هو دخل على طول لان انا مسجله. لو انت ملكاش حساب او انت طالع من الحساب، فحتجيك حاجه اسمها ساين اب. لو انت مسجل وجاهز، حتعمل حاجه اسمها ساين ان. ساين ان وبتحط ايميلك وكلمه السر. تمام. الآن نفترض إنه دخلك، طبعا في البداية بيجيك إيميل اسمه إيميل الفيريفيكيشن. الفيريفيكيشن يعني إيميل يعني تثبيت اللي هو الإيميل. أنت لازم تثبت الإيميل، تأكد تسجيل دخولك. فبوصلك رابط، من خلال هذا الرابط أنت بتأكد على وجودك، إنك مش روبرت ومش وانك معلم وفعلا حابب تنضم وانك مالك هذا الجميل. المهم هذه يعني خطوة لابد منها، يعني كل المجتمعات الآن بتعملها، واغلب التطبيقات واغلب البرامج، حتى زوم وسكايب. اول ما تسجل دخول عليه حيقول لك روح على ايميلك واعمل اضغط على رابط التفعيل، بس مرة واحدة فقط. تروح انت على جيميلك، بتدخل على الرابط، بدخلك على هذه الصفحة مباشرة. طبعا بنأكد انه مجتمع ناشونال جيوغرافيك لا يتعامل الا باللغة الانجليزية، ولا يوجد لديهم لغات اخرى. في عندنا حاجة اسمها بروفايل. بروفايل اللي انا فيها الان بيرسونال انفو، بتصير انت بتصير انت داخل المجتمع، بتظبط بياناتك. تمام. انا حطيت اسم بلدي، غازا ستريب، جباليا سيتي، جوالي، الفلوجة، مش حي الفلوجة، نيكست تو صافي ستيشن. تمام. بيلدينج. ليش انا حطيت كل بياناتي؟ لانه كان في باكج حيوصلني بعد الانتهاء، قالوا لي عدلي بياناتك في هذه الفورم، اكتبيها بالتفصيل، احنا احتمال نبعت لك باكج على بريدكم الداخلي لفلسطين، لكن احنا في قطاع غزة عشان تكونوا عارفين ملناش بريد معترف فيه، فإمكانية وصول الباكجز شوية صعبة، إلا لو إلك حدا بالضفة الغربية يعني وصلوا لك باكج على الضفة وإنت بتقدر تحصل عليه منهم، ما في مشكلة. بياناتك الإيميل فقط هنا، سوشيال ساين ان. انا دخلت الان من جوجل، من جوجل اكاونت، لان انا نسيت كلمة المرور وانا قاعدة بفوت، لقيت حالي ناسية كلمة المرور، فقلت خلاص خليني افوت من جوجل وبعدين بشوف قصة باسورد ريسيت. اذا انا نسيتها انا ممكن اعدلها من هنا. educator info معلوماتي، مدرس سابع، ثامن، تاسع، هذا لما انضميت للمجتمع. الآن في عاشر، English Language Arts، لغة إنجليزية، مادتي اللغة الإنجليزية. مش عارفة مين اللي كتب لي هذه المعلومة. يلا ماشي الحال.
تمام، هذه كل بياناتك بتحطها في صفحتك، طريقتك، لغتك، طبعا لازم اللغة الإنجليزية باختصار شديد. هنيجي على حاجة اسمها communities، بس هفرجيكوا إياها لأن أنا عضو، هذه ما بتكونش إلك من البداية. Welcome. You are invited to participate in National Geographic Society's online community. الآن أنا مدعوة لأن أشارك، هحولكم في النهاية على صفحة Educators Home، هي هذه اللي هنا أنا عاملاها بالرئيسية. هذه فقط لما تحصل على الاعتماد النهائي بعد 3 أو 4 شهور، تمام؟ برضو بتفوت بكلمة سر وتسجيل أخواني، إنه هذا مجتمع وما يوجد الآن على حسابك قابل للحذف يا جماعة، تمام؟ المعلومات اللي هنا اللي أنا بسجل بحكي فيها، هذه الصفحة ممكن تنحذف، وهم بلغونا إنه إحنا رح نحذف الكورسز اللي أنت أخذتها، كمان الكورسات اللي أنت ماخدها إحنا عايزين نحذفها، لكن هنحذفها بعد ما أنت بعد 6 شهور من اعتمادك، تمام؟ فهذه الصفحة خليها للآخر. هنيجي على الكورسز. الكورسز هذه هي نقطة البداية لإلك، وبلشوا في الكورسز من اليوم، اعملوا تسجيل دخول وبلشوا في الكورسز. طبعا ناشونال جيوغرافيك كتير بيخدم المعلمين مادة الجغرافيا، كتير كتير يا ريت معلمي المادة الجيوغرافي يدخلوها، ايضا معلمي ومعلمات اللغات بشكل عام يدخلوها، لانه فيها كتير تعليم لغات وحيوية، جميع المواد الارتس ميوزك الفنون والاشياء الشعبية والتراثية والثقافية كتير موجودة عندهم وبيهتموا فيها. أول كورس ناخدهم من هذا الكورس اللي بالآخر اسمه National Geographic Educator Certification. اعتمادك كمعلم National Geographic بيجي في هذا الكورس. في عنا 5 كورسات تانيين، لكن هذا الكورس عليه ثقل قوي جدا، علشان ممكن تاخد هذا الكورس فقط، انت حر. طب ليش هم 6؟ ليش هم 6؟ هل ما فيش إلا 6 كورسات في الناشونال جيوغرافيك؟ أنا هصغر الشاشة عشان نشوف إنهم فعلا 6. هاي 1 2 3 4 5 6، لكن مجتمع الناشونال جيوغرافيك يا جماعة في كتير كورسز داخل هذا المجتمع. طب ليش هم 6؟ هذول 6 المجانية اللي بتوفرها ناشونال جيوغرافيك لجميع المعلمين من وين ما كانوا وشو ما كان. نفس الشغله نسيت اقول لك اياها، لما بدك تعمل ساين اب لاول مره تسجيل دخول سجله بدوله الامارات، لانها مشاركه في هذا المشروع او في هذه المجتمعات. فلسطين ما لهاش اسم، اسمها اسرائيل، لكن وجد اسم فلسطين الان من ضمن الدول المشاركه. وعندي بفرجيكم لما بنعمل بحث بيطلع لنا معلمين 2 من فلسطين، دكتور عمر حماد واسماء مصطفى، كل مجتمع ناشونال جيوغرافيك حاصلين على اعتماد. هنفتح الكورس. كورسز ناشونال ميز بيقدر تنهيها في جلسه واحده. هو بقيدك أعطيك كل أسبوعين أو 10 أيام أو أسبوع أحياناً بعض المهام إنك تنجزها، يعني بيمشي معاك خطوة خطوة، ما بيترك لك الكورس مرة واحدة، بيغلق كل الكورس وبيفتح لك أول خانة فقط بعد ما تنهيها وتسلمها وتاخد عليها علامات ونجم معينة، بتفوت الثاني وهكذا. شوية النت بطيء. طبعا سبرينج 2020
أنا حصلت على هذا الكورس في ربيع 2020، انضميت في شهر 3 وأخذت الاعتماد في شهر 5. من تقريبا آخر 2 عملت تسجيل دخول واستنيت لحتى ما يفتح الكورسز، كانت مغلقة وهما بيفتحوها كل 3 شهور مرة، يعني مش دايما، يعني ممكن انت تسجل اليوم وتستنى شهرين وشوية على ما يفتح الكورس الأول، لأنه يعني بيفتحوا التسجيل لمجموعة معينة بيخلصوا معاهم بعدين بيرجعوا بيفتحوا المجموعات من تاني. نشوف كورس تاني نجرب. ما فتحت طلعت لي نجوت هذا الكورس. تمام، الآن أنا دخلت الصفحة اللي فيها الكورسز، بيلزمك تسجيل دخول برضه. على يمين الشاشة شايفين المعلمين؟ ممكن حد يقول لي مرحبا، بس حد يكلمني. شايف؟ هلو، ماشي، شايف. شايفين تمام، الشاشة واضحة، بس واضح، بتروح تمام وبتيجي. تمام الآن كلكم شايفين الماوس على يمين الشاشة، واضح هذول واضح على المعلمين المعلمين. الآن أكتف. صحيح، شايفين. تمام، أيوة المعلمين هذول. شكرا شكرا. أنا بصراحة من عيوب التعليم الإلكتروني إن أنت بتشرح أو بتتكلم مع الزملاء وهم طافين المايك، ما فيش تفاعل، حتى ما فيش كاميرا مفتوحة إن أنا أشوف حد، ردة الفعل أو التفاعل الجسدي وتفاعل الجستشرز بتسميه facial expressions مش موجودة. هدول المعلمين الآن أنا بقدر أتواصل معاهم، هل أنا تعبت لحد ما حصلت عليهم؟ هل أنا موجودة على الفيسبوك، على موقع التواصل الاجتماعي؟ هذا موقع تواصل معلمين، هذا مجتمع معلمين. كيف الفيسبوك نتواصل مع بعض فيه؟ ممكن تلاقي موظف، ممكن تلاقي عامل، ممكن تلاقي طفل طفلة، ممكن تلاقي حدا كبير بالسن، تلاقي أدباء، تلاقي من جميع طبقات الشعوب ومن كل دول العالم موجودين على الفيسبوك، لكن ناشونال جيوغرافيك موجودين عليه معلمين فقط. ناشونال جيوغرافيك educators، طبعا احنا بنحكي على المعلمين. هدول المعلمين بقدر انا اضغط على اي اسم، وهيو فتح تواصله، حط صورته هو وشغله الأخير كان قبل 18 ساعة عامل شغلة. هذه مواقع التواصل تبعته، هو مصري من ايجيبت كايرو. هاي نبذة عنه وهي إنجازاته، تقدر ومخلص 4 كورسات من ناشونال جيوغرافيك. تقدر تبعت له رسالة على علامة الرسالة على طول، مرحبا كيفك، هاي عنوان الرسالة وأنا بدي أتواصل معك، وهي إيميلي وهي السكايب وهي كل شيء. بس إحنا هذا للتواصل، دردشة، تواصل، مسجات، لكن إحنا داخلين بالأساس بدنا ننجز مهمة علشان يحولنا ناشونال جيوغرافيك زيهم معلمين معتمدين. نجي على الصورة هنا شايفينها، هذه ماي داشبورد. نجي على الداشبورد بروفايل، احنا توا مرينا عليه. الداشبورد هذه
زي ما هو توا شفتوه كيف كاتب عن نفسه، كاتب اسمه وبياناته من مصر ومدرسته وبدرس أي مرحلة وهكذا. هذه صفحة أسماء مصطفى. وستين تسجيل، 61 مهمة قمت بتنفيذها وإرسالها لناشونال جيوغرافيك. 6 courses completed، الحمد لله خلصت الستة. 4 courses statements and certificates، أخذت 4 شهادات منهم والباقي على قيد وصول. الآن هم أي رسالة بتوصلني بتجيني هنا، شايفين messages؟ في رسالة بالأورنج هيها وصلاني وأنا مش قرأها، الباقي أنا قرأة. النوتيفيكيشنز إشعارات زي الفيسبوك بيبعتوا لي. الحلو فيهم إنه أي إشعار بيوصلني هنا بيوصلني عليه بريد إلكتروني، فغالبا أنا بتعامل بالبريد أكتر. في عنا هنا announcements، في إعلانات. الإعلانات هذه إذا أنت مهتم في عمل لاحقا، عمل مثلا تشارك في كتاب، تشارك في استبيان معاهم، أوقات بيوفروا لك ناشونال جيوغرافيك وظيفة أو إنك تكون متميز وتثبت نفسك، ممكن تكون يعني معلم محاضر معاهم، معلم بتنفذ كورسز وهكذا لاحقا. طبعا هدول أسماء الكورسز اللي أنا اشتغلت معاهم فيهم. هنرجع على الدورة التدريبية اللي أنا كنت فتحها، تمام؟ هذه الدورة الصح، هذا معناته أنا أنجزته. هنيجي على أول حاجة welcome، بضغط هنا. طبعا إحنا شايفين كل الأشياء مفتوحة، هذه welcome to certification، هذه بتفتح في أسبوع، ما بتشوفش اللي وراها. phase 1 certification workshop and planning تشوفهاش، بعد ما بتنجز المهمة الأولى بتفتحها زي كده، بكونش اللي هي ما بيكونش في صح برضو على الأشياء. حتى الأولاني نضغط عليها، ما بنقلك عليها إلا لما يجيب لك صح أخضر وضن ضن. والله في فيديو، شايف فيديو، لازم تشاهد الفيديو كاملا، لو أنت ما شاهدته كامل ما بيعمل لك الصح باللون الأخضر. طب حدا ممكن يسألني يقول لي هل العبرة بإن أنا أشاهد الفيديو؟ أنا ممكن أجي على آخر حتة بالفيديو كده وأعمل أوكي، أشغل الفيديو زي كده، تمام؟ هو مدته 3 دقايق 4 أقوله، وأجي أضغط هنا، تمام؟ ويعمل لي دان مين الصوت اللي بالفيديو. صوت الفيديو طالع عندكم؟ لا مش طالع. تمام، كويس انه مكتوب. هو بينكتب تلقائيا لانه في يعني في برنامج بث مباشر شغال. لو ضغطنا تاني الاول، الان يا جماعة اللي بيصير هنا شاشة الجيوغرافيك، هل بدك تتكلم؟ والكلام اللي بتحكيه مكتوب، فانت لو ما فهمتش نطق هسه النيتيف سبيكر هتفهم شو بحكي من الكتابة. كل اللي بتحكي مهم جدا، لانه لاحقا راح ينطلب منك تنفيذ اشياء بناء على الكلام اللي بالفيديوز. عرفتوا كيف؟ هذا التدريب ناشونال جيوغرافيك الان يعني معتمدة هذه الطريقة في كل دول العالم. عندنا بقطاع غزة قريبا جدا سيعلن المعهد الوطني عن دورات تقريبا دبلومة من الأوائل ضمورة التمكين التعليم، هتلاقوا بهذا الشكل فيديو قصير 3-4 دقائق، ممكن المتحدث يعطيك تعليمات معينة، توجيهات، رسائل، اعمل كذا، يوجهك. هذا الكلام مدعم بملف PDF، تمام؟ البي دي اف لو ضغط عليه بيتحمل على الجهاز وبتقرأه، بعد كده بتنتقل الى الخطوة اللي وراها. من وين؟ من عند السهم. هذا اللي بالازرق، نيكست.
next. طبعا الان انا لما اعمل next بقدر ارجع للخطوة الاولانية. يعني انا لو قطعت شوط طويل بناشنال جيوغرافيك وحبيت ارجع للشاشة الاولى عايزة اتذكر حاجة انطلبت مني لكن انا ما خدتش بالي منها، برجع بقدر ارجع. الان هو شايفين كيف بالصور بقول لي اول حاجة ادخل من هنا، عدل معلوماتك هنا على البروفايل، حمل صورتك، عدل بياناتك. هذا الفيديو نفس الكلام اللي انا شرحت لكم اياه. الفيديو your course homepage بيعرفك وين الصفحة الرئيسية لكل كورس. بعد كده بتقدر تتفرج على الفيديو، بيعلمك من هنا كيف تعمل السيتنج، كيف توقف، كيف تكتم الصوت. طبعا هذه اشياء بديهية لكن احلى ما في ناشونال جيوغرافيك انه بيعلمك كل حاجة بحذافيرها، وبيعلمك على الشاشة الرئيسية، بعدين الصورة اللي وراها داشبورد زي ما قلت لكم كيف من وين بنلاقيها. من هنا هاي الداشبورد عليها كافة بياناتك وانجازاتك. تمام، خلصنا، نيجي على السهم اللي قبل اللي بعده وهكذا. طبعا كل مهمة هنا في عنا فيديو، بفتح الفيديو 4 دقائق بتفرج عليه للآخر. تمام، بيجيب لي بعدها طبعا بتفرج وبقرأ وبستوعب شو بحكي، بحاول أسأل على اللي بفهموش أو بفهمش معناه باللغة الإنجليزية، أو بحاول يعني أتواصل مثلا مع الزملاء الآخرين وهكذا. صراحة تدريباتهم مش سهلة، والكورسز اللي بيعملوها يعني فيها شغل، فيها شغل ميدان، فيها شغل خارج المدرسة، فيها شغل على البحر، ممكن تروح تعمل ريسايكل، ممكن تجمعوا نفايات أكرمكم الله أو مواد يمكن تحويلها إلى أشياء قد يستفاد منها، ممكن تعلم طلابك التصوير، ممكن تأخذهم على حديقة حيوان. يعني في كتير كورسز فيها مطلوبة هذه الأشياء. بعد كده بقول لك حمل البي دي اف، شوف كيف الفيسز اوف سيرتيفيكيشن، كيف شروط الحصول على الشهادة وهكذا. من الطرائف اللي صارت معايا في هذا الكورس تحديدا طلبوا مني عمل أصوره، فنزلت أنا وطلابي على منتزة بلدية غزة، خدته مع المنتزة ونفذت معاهم درس present continuous على شو؟ على الحديقة الخضراء، شو بتعمل انت الآن و are you happy وكذا. فكنا احنا شغالين على present continuous، I am playing، I am walking وهكذا، جمل بسيطة لكن بالتطبيق العملي ما بينساهاش الطالب، أو بالممارسة الحقيقية. يعني الطالب يعبر عن شيء بيحدث الآن. عايزين نربط اللغة بالبيئة، بالبيئة الجغرافية، عايزين نربط اللغة بالبيئة الخضراء والحفاظ عليها والاهتمام فيها. هذه فلسفة مجتمع ناشونال جيوغرافي. تمام، من الطرائف اللي صارت معي انه كنت بصور وكان مكتوب في الشروط انه ممنوع تنزل صورة طالب او طالبة واضحة، لازم تعمل للوش تمويه. تعرفوها انتم العلامة اللي بالفوتوشوب زي دائرة كده بتكون، وبنعملها بنموهها، بنخلي الصورة مش واضحة لكن الجسم يبين. تمام، فأنا عملت نفس الشيء، جبت نجم حطيتها على الوجه وغطيت الوجوه كلها. هم قالوا لنا قدامكم طريقتين، إما التمويه أو إنك تجيب إيموجي وتحطه على الوجه وخلاص. فأنا اخترت الطريقة الثانية. بعد ما سلمت الفيديو في صورة لطفل جاية بالجنب كده مش واضحة، رجعوا لي الفيديو وقالوا لي هذا غير مقبول لأنه في صورة بعض الأطفال من الجنب مبينة، معروف هذا الطفل مين، احنا مش عايزين صور طلاب ولا صور أطفال بوجوه، احنا عايزين بس نشوف إنجاز، مش عايزين أطفال. تمام، فرجع قعد الفيديو أسبوع تاني لحد ما تقيم من تاني وحصلت على الاعتماد. الآن أنا بقول لي أنت ممكن تتواصل مع ميسيس كاميرون، ممكن تتواصل مع مستر دان، ممكن مع كاري، يا سلام، ممكن مع فيكتوريا. هدول هم القائمين على مجتمع ناشونال جيوغرافيك للتعليم،
كل هدول معلمين معتمدين وواصلين مراحل هاني هاني يا ماما جاية، واصلين مراحل متقدمة في مجتمع ناشونال جيوغرافي. بعد ما تشوفهم تمام بإمكانك تضغط على الماوس اللي بعده وهكذا تستمر. الأشياء هذه في هذا الكورس بسيطة، لكن عايزة أفرجيكو كورس تاني مثلا، أو ممكن يا ماما بس ممكن ثواني. هذا الكورس كويس إنه فتح وينتر 2021. بين هدول علامات هذه معلمين مسجلين الآن في شهر في شتاء 2021. ممكن لو قربنا الماوس أو أنت بدك تسجل شوف مين من فلسطين. يسري حسن أحمد من إيجيبت. طب نشوف من فلسطين، ممكن نعمل زوم. خلاص روح. حيفا ما فيش إلا للأسف. هذه عربية. معقول نهلة نصر she's Palestinian I hope so. أنا أتمنى أنها تكون فلسطينية، بس ما في حدا من فلسطين. طبعا إسرائيل اسمها على الخريطة إسرائيل، لكن بالمجتمع تغير نضاف اسم فلسطين. تمام زي كده نفس الطريقة بتمشي بالكورس. هنفتح كورس تاني، أفتح لكم كورس تاني من الداشبورد أو من هنا. هايهم تمام. خلينا نيجي على to do list. بعدين هو مش حيفتح التطبيق أي كورس تم شهادته. فعلا تم إغلاق بعض الكورسز عليا مغلقة. خلاص وصلك الشهادة. شكرا شكرا يا ناشونال جيوغرافيك. خلينا نحاول مابينج. طيب نفتح هذا الكورس مغلقة أمامي. معلش أنتوا بإمكانكم تشتغلوا بنفس الطريقة اللي أنا اشتغلت فيها أمامكم. أحيانا بيطلب منك بالضبط. هنا نيجي على تدو، نيجي على تدو. آخر حاجة بتحكي لكم إياها تدو هذه هي اللي بتوصلك من نقطة لنقطة لنقطة، مهمة لمهمة لمهمة، إلى أن تنتهي بالتدريج. ولو شفنا كل واحد قدامه تاريخ 24 هذا فتح إلي. الفيديو الأول تم مشاهدته ما عليهوش علامات، الثاني مشاهدة مشاهدة. هذه مهمة سلمتها submitted، هذا فيديو هذا submitted بيوم 24، هذه watched watched طبعا فيديو submitted 24 watched submitted 24 submitted watched هكذا. هنا في مهمات في 11/5 15/5 وهكذا 18/5. شفتوا بلشت الفترة تتغير 15/6 وهكذا إلى أن تم التسليم النهائي يوم 15/6. وصلتني الشهادة بعدها بأسبوع تقريبا وتم الانتهاء، لأنه كان هذا آخر كورس اللي هو اعتمادي كمعلم بشكل نهائي. زي ما قلنا هذا مجتمع معلمين بيعطيك شهادات عالمية تخدمك كتير وبتساعدك كتير في الوصول إلى أحدث الطرق الممكنة لتعليم مادتك شو ما كانت، بيساعدوا. بعد كده أنت لما تخلص الكورسز هذه بيحولك على حاجة اسمها
مجتمع المعلمين. هذا مجتمع المعلمين، هاي الرابط تبعه أبعت لكم إياه برضو في المادة التدريبية موجود. مجتمع المعلمين، خلص أنت حصلت على الإعداد وانتهيت، بفتح لك صفحة فاضية وأنت فيك تحط اللي بدك إياه، صورتك وبايو يعني السي في أو اختصار للسي في تبعتك، كونكشنز اللي هم الكونتاكت جهات الاتصال اللي عندك، زي ما عندك أصدقاء على الفيسبوك يكون عندك معلمين زملاء أصدقاء على الناشونال جيوغرافيك. هذه الأشياء تظهر فقط المعلمين المعتمدين، تمام؟ هذول الزملاء أصدقائي بقدر أبعث لهم رسالة أو أتكلم معاهم أو أسألهم عن أي شيء بأي وقت. طبعاً الصفحة بتتسع لتقريباً 20 أو 15، بعد كده بفتح لك صفحة ثانية، تمام؟ My activity summary، الملخص أنشطتي. أنا شاركت في 360 نشاط، 9 مشاركات أنا قمت بإرسالها أو برامج أو أشياء على المجتمع هذا، 100% تفاعلي أو نسبة تقييم عملي 100%، reputations يعني زي توصيات من الآخرين، مش كتير أنا بدق عليها بس فيك تفعلها، تتواصل مع المعلمين، يعني هذه أشياء فنية بتضلها بالنهاية. My inbox اللي هو الرسائل الخاصة، رسائلك الخاصة. عايزين نعمل بحث عن فلسطين، أمامكم فلسطين. عمر حماد اكتساح، عمر حماد، هذه برامج عمر حماد. كلارك في 2019 مسجل انه فلسطين، نيو فلسطين اي ان، اعتقد خلينا نبحث على النت على نيو فلسطين اي ان، معقول اسرائيل اسمه ولا ايش يعني ايش قصدي؟ ميشيل اسرائيل للاسف. عمر برضو موروكو. مستر كوين بيشبك مع فلسطين فظهر في البحث. عمر اكتساح. برضو هدول المعلمين، هذه كلمة فلسطين بشكل عام مكتوبة عندهم، لكن لو عملنا على الإدوكيتر هوم، خلينا ندور في المعلمين فقط، ولو كتبنا هنا فلسطين حتلاقوا 2. إن شاء الله بعد هالكورس ألاقي معلمي ومعلمات مديرية شمال غزة من أوائل المعلمين الموجودين في هذا المجتمع. بدي أعلمكم ملاحظة أخيرة، كيف تدخلوا على الويبنارز الخاصة، برضو مش معترف فيه بشوف. Authors، عمر حماد كاتب شغال بيكتب مقالات. أنا بعمل استبانات أكثر وبشارك في تطوير مناهج اللغة الإنجليزية لمجتمع ناشونال جيوغرافي، تمام؟ طبعاً هنا تقدر تعمل تسجيل خروج صفحتك، كوميونيتيز المجتمعات اللي أنت فيها، الرسائل اللي وصلك، ماي بوست اللي هو زي صفحتك على الفيسبوك، شو بتنشر، شو بتكتب وهكذا، تمام؟ أنا لسه مش ناشرة عندهم حاجة. نفتح خانة جديدة وبدنا نكتب ناشونال جيوغرافي. ويبنارز، احنا عايزين نفوت ليرنينج ويبنارز، تمام. شايفين؟ تنزلوا لتحت
اللي watch now كلها هذه تمت وانتهت. يعني watch now يعني انت عايز تشوفها وهي مسجلة، تمام؟ لحتى الآن webinars National Geographic ما فيش webinars جاية، كله تم وانتهى. آخر webinar كان لجون، واللي قبله كان لكريس، آخر إيش حضرتهم تقريبا. كل هذه الويبنارز تمت وانتهت، بإمكانك تشوفها، يعني ما بتحصلش على شهادة. ابحثوا دائما على هذا الموقع National Geographic Learning Webinars، وابحث على شوف وين التحديث، وين في إشي جديد، وتوكلوا على الله، احضروا كل شيء جديد، اعملوا تسجيل، بتلاقوا اسم فلسطين من الدول المشاركة المعترف فيها في الويبنارز. وإلى هنا أنا تقريبا أنهيت بالنسبة لمجتمع جيوغرافي ناشونال جيوغرافيك، كان آخر مجتمع وآخر شيء كنا بنتكلم فيه اليوم. زي ما حكيت لكم موضوع التشبيك له آليات وأبجديات مهمة، طريقة الحصول والتواصل، الحصول على حسابات المعلمين أمر مهم، إنك تكون في غاية الدقة والحرص وإنت بتتكلم مع المعلم علشان تكون فعلاً إنت متأكد إنه هذا معلم، تحصل عليه بالمجتمع معلمين، تحدد التوقيت بالضبط، تضبط ساعتك التايم زون، تشوف الفرق التوقيت كيف بيناسبك ما بيناسبك، تعرف طريقة أو نمط التشبيك، معلم واحد أو ربط صف بصف، مجموعة طلبة وطلبة أو مجموعات من الطلبة مع معلميهم. بتمنى إني أنا أكون أفدت، وكانت الدورة ولو إنها إلكترونية لكن أنا انبسطت معك بصراحة، وتعرفت على ناس كتير جدد، سعيدة جدا بالاهتمامكم بهذه الدورة وهذا التدريب اللي بصراحة بيتطلب، أنا بعتبره يعني له متطلبات سابقة كثيرة، من ضمنها إنك تأخذ دورة في منصات التعليم عن بعد. يعني منصة ويكلت اللي بدأت تبدأ فيها المس إيمان هي متطلب أساسي للتشبيك، يعني أنت لازم تكون عارف المنصات وعارف البرامج والتطبيقات بعدين تدخل على التشبيك، لكن حاولت قدر المستطاع أني أجمل كافة الأدوات وكافة الأشياء اللي بتلزمك لأنه تكون قادر على استخدام الأدوات الرقمية من أجل التشبيك العالمي. بتمنى لكم إن شاء الله عاما سعيدا عالميا، وبتمنى أنكم يعني تشاركوا بعد تنفيذ اللقاءات العالمية مع الآخرين، وإن شاء الله يا رب نسمع أخبار حلوة عن مجتمع معلم الفلسطيني الذي أثبت على جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة أنه قادر على تسجيل اسم فلسطين في المحافل الدولية بين أفضل المعلمين في العالم. بتمنى أنه أرى من زملائي في شمال غزة معلمين عالميين، والشراكة العالمية في التعليم زي اللي بيبدأ فيها ما بينتهي منها، دولة بتسلمك لدولة وهكذا. إذا في وجنوب وشمال وغرب، كلكم على راسي من فوق، بس سامحوني معلش أنا شوية يعني بقول الشمال لأنه اللي فيش فيه خير لأهله فيش فيه خير للناس، بس مش أكثر، الشمال وجنوب وقطاع غزة وضفة غربية كلنا واحد أكيد. برحب فيكم كمان مرة، وبترك المايك الآن مع من يرغب بطرح سؤال أو مداخل. الله يعافيك. يعطيك العافية مس أسماء، للأمانة كان لقاء جدا مثمر. يمكن أنا كنت قبل ما أفوت للدورة معك كنت مسجلة في دورة رقمية، فمجرد أني تبعت معاكم استغنيت عن الدورة ما رحت عليها. يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذة منال، أهلا وسهلا فيك، شرف إلنا والله، وهذا يعني بيزيدنا عزة وفخر صراحة أنه إحنا بنقدم شيء نوعي. شكرا إليك. حدا بحب يحكي حاجة؟ في حدا عنده حاجة؟ أستاذة إيمان البرع يسمعينا صوتك.
المعلمة إيمان البرعي رح تعلن عن دورة، أو أعلنت عن دورة وكلت. طبعاً هي معلمة من أعضاء حاضنة الإبداع والمبادرات في شمال غزة، ومعنا أستاذ سامع ويضة أيضاً، جميع المعلمين الأفاضل كلهم باسمه ولقبه، بس لفت انتباهي حضوركم إذا حدا بده يحكي حاجة. يعطيك العافية أستاذ. الله عافيك. الله عافيك أستاذ أسلم، بس بدي أسأل سؤال من بعد إذنك. الله يزيد فضلك. لو سمحت، لقيت لما إحنا نفوت على موقع ناشونال جيوغرافيك ونحط، طبعا ما إنه باليستاين مش موجودة، يعني نختار دولة تانية، أنا بعد ما نسجل وناخد ونحصل على الدورات والسيرتيفيكيشن للشهادة، ممكن بعد هيك نعدل بحيث إنه لما الشهادة تصلنا بظبط، يعني إنه بيسأل باليستاين وما بيحولك على المجتمع المعلمين إلا باسم فلسطين. أصلاً هو بيستفتيك، بيسألك أنت اكتب اسم بلدك كتابة، ما بتختار لما بدك تسجل بالمجتمع بعد ما تتم اعتمادك، ما بتختار اسم البلد اختيار، لا أنت بتكتبه بإيدك، وبعد كده بتصير تنشر ثقافة بلدك واسم بلدك بنفسك، ضل تكتب فلسطين زي ما الدكتور عمر كاتب فلسطين في كل منشور وفي كل بحث بيعمله وفي كل طرح بيطرحه مع المعلمين على صفحة ناشونال جيوغرافيك كوميونيتيز. باسم فلسطين موجودة، وفي دول كتير شبكوا معاها من ناشونال، مكتوب اسمها، يعني شفتوا المعلم كيرو أو كير كان اسمه، بيشبك مع فلسطين. تمام، وصلت، بارك الله فيك ويعطيك العافية. الله عافيك، حياك الله. أستاذ سامي، أستاذ سامع ويضا، في معلمة اسمها هيلينا، تفضل. الله يعطيك العافية. الله عافيك أستاذ سامي، ما شاء الله الدبارة، لكن أنا أضيف لها إن شاء الله شريطة في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. إيه لو هذه الدورة تم إضافة وقت عمل جاهية، لأنه في كانت مش واضحة على الشاشة، حكم صغر الشاشة يعني على البال وكذا، فلو عملنا ورشة عمل وجاهية اللي بتتم يعني كذا مفترض هي القصة، ممكن يكون على نقدر نعمل دورة وجاهية. صحيح، هو بصراحة التدريب المفروض وجاهي، المفروض وجاهي، ويكون أمام كل معلم جهاز حاسوب ويقوم بعملية التسجيل في وقتها، عرفت كيف؟ لكن إحنا الظروف اللي فرضت علينا جميعاً أن نتجه باتجاه التعليم أو التدريب الإلكتروني. الآن أنا راح أزودكم بالفيديو مسجل، الفيديو هذا المسجل بتكون واضحة عليه الصورة أكثر من ما يعني يقوم جوجل ميت بإرسالها عبر المشاركة، أحياناً ضعف شبكات الإنترنت بيكون سبب، لكن حبعت الرابط مسجل، زائد أنا جاهزة لأي لقاء وجاهي يعني يجمعنا، أنا بتشرف صراحة وبكون ممتنة إلى إذا بتقوم بعمل لقاء وجاهي. يا ريت. الصوت كتير، ما فيش صوت عندك، لا ما الصوت بيجي وبروح ضعيف جدا، ومع رشة هالمطر كأنه النت راح. سمعتك لو نزلتي لنا الفيديو على المجموعة، سمعاني؟ طبعا هيك سمعتك، تمام، انا حنزل لكم الفيديو على المجموعة ان شاء الله، على المجموعة وان شاء الله تمام. الله يعطيك العافيه، وانا جاهز لاي لقاء وجاهي. الله يبارك فيك يا استاذ، الله يبارك فيك، مبارك الامانه العامه، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ومبارك لجميع الفائزين، والله يسعد مثلا كل المستمعين، حياك الله. بالنسبه للطرح اللي طرحته فعلا هو يعني جيد،
لكن اللي دفعنا تنفيذ اللقاءات الإلكترونية هو أزمة كوفيد-19، ولحتى الآن الأمور لسه مش معروفة لأي اتجاه بالضبط رايحة، لكن بإذن الله أنا بوعدكم أن أنا جاهزة لأي لقاء وجاهي في أي لأي ترتيب بترتبوا حاضنة المبادرات والإبداع مديرية شمال غزة. في معلمة هيلينا أبو عابد أو أبو عبيد رفعت اليد الرقمية، تفضلي أستاذة هيلينا. أستاذة هيلينا رفع اليد الرقمية، بإمكانك فتح المايك. في حدا بده يحكي حاجة يا جماعة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين أستاذ أحمد. يعطيك العافية، أنا رافع الإيد الرقمية ولكن يبدو أنك مش شايفاها. لا الآن شفتها بعد ما هي مش مبينة على الشاشة، مبينة على المحادثة، تفضل. جرت العادة أنه في آخر يوم في المحاضرات سواء الوجاهية أو الإلكترونية، الإلكترونية أنا تقريبا ثاني محاضرة هذه أحضرها أو أشارك فيها أو ثاني يعني موضوع، أنه نقيم الدورة بشكل عام. تمام، أنا كنت حبعت لكم رابط. أنت سبقتني، أنا لسه بأخذ الفيدباك منكم وبعدين لسه كنت حتكلم، تفضل. لا أنا بدي أحكي كلام بلدي يعني، ما بعيدا عن البنود الاستبانة. أتفضل. بعيدا عن البنود الاستبانة، بصراحة أنا من الناس بحرص أشارك بكل الدورات، ولكن هاي الدورة كانت مختلفة لأنها جديدة علينا كمعلمين وصعبة في نفس الوقت. يعني لحتى الآن أقول لك إحنا يعني أنا مواضيع الدورة تحتاج إلى لقاء وجاهي زي ما حكى الأستاذ سامي صديق أبو بلال، لأنه فيه شغلات كتير بتحكم أنه إحنا لازم نبقى أقرب وقدامنا كمبيوتر ومعانا الروابط وكيف ومين هم الأشخاص وندون دفاتر وإشي، ولكن كلمحة عامة صار عندنا خلفية عن الموضوع. أنا بقيت زمان أشوف أستاذك زي يعني تايه أكون ما مش فاهم أنتوا وين، وأحس حالي أنا مش من التعليم أصلا. اليوم حطتينا على الطريق يعني كويس، الحمد لله، وهذا اللي خلاني يعني أنا شاركت في الدورة كلها 3 أيام 3 لقاءات علشان بس يعني لما ينفتح الموضوع قدامي أو يكون عندي خلفية وأقدر أطور حالي أعتقد أنا في معلمين كتير كانوا يسألوا أسئلة، وأنا حتى سألت أنه حطينا الروابط على الجروب على أساس أنه نحاول. أنا عندي حساب تويتر قديم وعملت واحد جديد مبارح، مع أنه أنا تويتر مش كتير ضعيف يعني ما بحبوش تويتر، بحب التفاعل أكتر، تويتر مش فيه على تفاعل، لكن عملنا هينا مثلا خطوة دلتينا. إذا ممكن أعطيكي أنا تقييم من 10 بدي أعطيكي 9، لأنه الواحد لما نأخذ وجاهي بعطيكي 10 إن شاء الله. يعطيك ألف عافية أستاذ أحمد، أنا شاكرة جدا لكلماتك الطيبة وشاكرة لمداخلتك، وجدا أنا سعيدة بالناس اللي أخذوا فكرة عن الموضوع، أو أكون أنا فعلا تركت بصمة في تأسيس بنية تحتية لدى للمعلمين عن موضوع الشراكة العالمية في التعليم. بتمنى أني أكون وصلت شيء إيجابي ذو نفع، وأكيد موضوع الشراكة بيحتاج إلى لقاءات أكثر متعددة سواء كانت وجاهية أو إلكترونية. بجميع الأحوال الفكرة لا تنضج، أو حتى الطبخة بشكل عام لا تنضج في أول 5 دقائق، وأنا اللي أعطيتكم إياه الأربع لقاءات هذه عبارة عن بداية، عبارة عن تبصير الطريق أمامك، لكن لقدام شوي لما تبدأوا بتطبيق وتنفيذ فعاليات للتشبيك العالمي راح تلاقي حالك عندك خبرة واسعة أكثر. والخبرة أنا معلمة، تجربتي في التعليم الإلكتروني حديثة عهد بالتعليم من 2000، من طول عمري بوظف التكنولوجيا داخل الغرفة الصفية، لكن التشبيك العالمي بدأته في 2019 تحديدا يوم 30 أكتوبر 2019، يعني فيك تقول في نهاية 2019، وإحنا قعدنا عن التعليم الوجاهي يعني بسبب كوفيد-19 pandemic
بأول شهر مارس، يعني فترة أقل من عام، أقل من عام بكتير. الفترة هذه كان شغلي فيها مكثف ومكدس. من أول لقاء انضميت لمقدونيا الشمالية، بعد كده بدأت أغرد، بعد كده دخلت مجتمع مايكروسوفت، بعدين دخلت أبل، ناشنال جيوغرافيك، شوية على جوجل، شوية على منصات، لقيت حالي وبرامج كلها تعلمتها باي ديفولت. الأجانب أعطوني دورات يخلف عليهم، أعطوني دورات يعني نوعية ذات قيمة، واللغة الإنجليزية ساعدتني إن أنا أستوعب كل ما يقال أمامي داخل التدريب الإلكتروني عن بعد. حصلت على هذا العلم اللي أنا اليوم بنقله إلكم حقيقة كاملا جملة وتفصيلا من خلال حاجتين: تبادل خبرات مع المجتمع الخارجي، مع مجتمعات المعلمين والزملاء خارجيا من فلسطين، والناحية الثانية إن أنا حصلت على خبرة بالممارسة، استطعت بعد هذه التجربة إني أنقلها للمعلمين زملائي. هناك معلمين، علشان ما نكونش هضمنا حق الآخرين، أثبتوا إنهم قادرين على قيام بأعمال التشبيك قبل كده. كان فعلا في قطاع غزة أعمال تشبيك، أمثال الأستاذة إيمان البرعي والأستاذة رنا الزيادة كانوا بنفذوا، وفي كتير معلمين، يعني الدكتور عمر حماد، أستاذ محمد الجديلي، ذكرا لا حصرا، يعني أنا بس بذكر أسماء مش بحصر، بنفذوا التعليم بالشراكة. والجامعة الإسلامية جامعة رائدة في التشبيك العالمي، يعني الفكرة مش جديدة، لكن خبرتك بتمنحك شيء جديد. وعلى قد ما أخذت اندمجت مع هذا المجتمع، على قد ما أنت استمرت فيه أكثر، وعلى قد ما نشأت مشاريعك، عملت أسست مشاريعك عبر منصات التعليم العالمي، ولغتك بتساعدك، كمان لطفك في التعامل مع الآخرين، معلم بقودك بوديك لمعلم، مشروع بدخلك لمشروع، وهكذا. كل التوفيق بتمنى للجميع، بشكركم جميعا كل الشكر كل الاحترام، تحية عطرة في نهاية هذا اللقاء. لا يسعني إلا أشكركم جميعا كل باسمي ولقب الانضمام إلى دورة الشراكة العالمية في التعليم. سوف أستكمل معاكم إرسال الملفات والاستبانات والشهادات إن شاء الله، وروابط معرفة، روابط مشاريعي نفذتها للاستعانة بها ليس أكثر، علشان تشوفوا تاخدوا فكرة. أنا لما بديت تنفيذ كنت أحتاج إن أنا أشوف فكرة أو حدا منفذ أو فيديو بس يرشدني، لكن اعتمدت على اللقاءات اللي بيني وبين المعلمين. ما كنتش أخجل لما أقول لمستر ميلتون يعني إيش سكايب ميستري كول، هل هذا تطبيق موجود على على البلاي ستور؟ يقول لي لا هذه لعبة. قلت له يعني إيش أنا أنزل حاجة اسمها سكايب ميستري كول؟ قال لي لا عندك سكايب بكفي. ما كنتش أخجل أسأل عن الأشياء البديهية اللي هي الآن بالنسبة لي بديهية وبسيطة جداً، لكن فعلا انك تلاقي حد جنبك انت محتاجه، انت محتاج حد ياخده بيدك ويضعك على بداية الطريق. انا بتمنى اني اكون نقلت العلم والفائدة اليكم جميعا، وانتظروا دورة المعهد الوطني اللي انا حكون مدرب رئيسي فيها ان شاء الله. راح ندرب مدربين في البداية، بعد كده هم حيكونوا مسؤولين عن تدريب الاخرين. فبما أنكم أخذتوا موضوع الشراكة العالمية في التعليم معايا، بإمكانكم تسجلوا وتدخلوا المقابلات وتثبتوا نفسكم لكي تكونوا مدربين معتمدين في المعهد الوطني في هذا الموضوع. أشكركم جميعا كمان مرة، وإن شاء الله ألقاكم على خير دائما وأبدا، وجاهيا وإلكترونيا. وبنستكمل كامل فقراتنا وكل المناقشات والطرح اللي بدكم إياه على مجموعة الواتساب الشراكة العالمية في التعليم. السلام عليكم. يعطيك العافية، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات جديدة ومستمرة، وبارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيك. الله يعافيك أستاذ سامي.